كأس العالم للأندية دي من أقوى البطولات اللي احنا بنلعبها يعني، ومن أقوى البطولات في العالم عشان هي بتضم أحسن لعيبة أحسن فرق في العالم يعني. ويعني احنا بنكسب بطولة أفريقيا عشان برضو يبقى هدفنا إن احنا نلعب كأس عالم، من أقوى البطولات اللي أنت ممكن تلعبها في حياتك، وتنظيم مختلف وأجواء مختلفة وفرق قوية جدا، ف يعني بتبقى منافسة حلوة جدا وأجواء جميلة تخلي تحسس اللعيب كده بأجواء جميلة تقدر تلعب فيها وتقدر تأدي وتعمل حاجة كويسة يعني. وإحنا الحمد لله الجيل ده رحنا 3 مرات كأس عالم الحمد لله وحققنا برونزيتين، إن شاء الله نقدر نحقق حاجة مختلفة السنة دي إن شاء الله، ذهب إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله النادي الأهلي من رقم واحد في أفريقيا بالنسبة الناس كلها، ان رقم واحد في افريقيا طبعا. فطبعا ان انت تمثل القاره بحالها دي وسط القارات التانيه لازم تبين ان انت فعلا قد المكان اللي انت رايحه ده وقد المنافسه دي. والله احنا بنبقى رايحين وعينينا على الذهب ان شاء الله، اللي احنا ناخد البطوله يعني دايما في اي بطوله يعني. طبعا لسه ما نعرفش الاجواء تبقى عامله ازاي هناك والماتشات، بس احنا يعني هدفنا ان احنا ناخد البطوله ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا ومن اكتر النوادي في العالم واخد بطولات يعني بينافس، وحاجه عظيمه يعني طبعا الواحد يشارك في حاجه زي دي ويتكتب اسمه في التاريخ ان هو يشارك في كاس عالم الانديه مع النادي الاهلي، فدي حاجة كبيرة قوي واعتقد كل اللعيبة مقدرة ده كويس قوي يعني. في حاجة مختلفة السنة دي هم عاملينها، ان هم بيجيبوا لعيبة كبار ولعيبة كويسين جدا واسامي كبيرة جدا، فاحنا برضو يعني هدفنا ان احنا لا احنا برضو يعني النادي الاهلي ده بطل افريقيا واحنا الحمد لله تفوقنا على فرق كتير في قارات مختلفة يعني، فده الطبيعي بتاعنا ان شاء الله ان احنا نعمل حاجه كبيره ونعمل حاجه مختلفه ان شاء الله السنه دي. كاس العالم دايما بيبقى الاجواء بتاعته جميله وبتخلي اللعيب فعلا يلعب وهو مبسوط، الاجواء كلها حواليك حلوه، التنظيم جميل، كل حاجه حواليك بتهيئ للعيب الكوره ان هو يطلع احسن حاجه عنده يعني. ف دي اكتر حاجه الواحد بيحبها ان هو يشارك طبعا في كاس العالم للانديه، دي اهم بطوله طبعا في النادي الاهلي يعني.